حمص الحياة، عنوان رسم من نبض الإرادة التي جمعت أهالي المحافظة. واليوم تضمن الشعار برنامجا يهدف إلى تدعيم مهارات الحياة والدعم النفسي للأطفال واليافعين، وذلك ضمن أنشطة يوم الثقافة الذي أقامته مديرية الثقافة في حمص، وذلك بتعاون جمع وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف. نشارك في هذه الاحتفالية العديد من أبناؤنا في سوريا الذين هم في مراكز الإيواء وفي الجمعيات الخيرية أيضا، وأبناء شهداء سوريا العظيمة، فلولا دماؤهم الزكية لم نستطع أو نتمكن من إقامة مثل هذه الاحتفالية. أيضا تقوم وزارة الثقافة بدعم كافة هذه الاحتفاليات، وهؤلاء الأطفال هم قيمة مضافة لوزارة الثقافة. نحن كتير مركزين على فكرة إعادة تدوير توالف البيئة والاستفادة منها. الفكرة الأساسية كانت تجميع توالف واستثمارها بشغل للأطفال كتير ضروري لغرفتهم، مثلا هي مكتبة أطفال عملناها من الكراتين، مسرح عرائس، حتى العرائس اشتغلناها من إعادة تدوير، كمان الدواليب وهيك، فكتير الشغل كان حلو، الأطفال مستمتعين. برنامج مهارات الحياة هو هدفه معرفي، تثقيفي، ترفيهي. نحن الهدف الأساسي مثل ما دائما بنقول، نحن تقديم دعم النفس عن طريق الفن من خلال مسرح تفاعل، مسرح عرائس، كل أنواع الفنون. يوم فتح الأبواب أمام مواهب الأطفال في مجال الغناء والموسيقى، كما ظهرت إبداعاتهم ضمن ورشات الأشغال اليدوية التي ضمت أعمالا من توالف البيئة، ليكون ختام ألقهم وإبداعهم على مسرح دار الثقافة. الحرب اللي شنت على سوريا يعني، فهي بالأساس نوع من التدمير للحضارة والإرث الثقافي والحضاري بسوريا، والفني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني هلا بالفترة الأخيرة نحن بعد ما تعافت حمص شوي، بدأت الحياة الثقافية لمديرية ثقافة حمص، وبدأت شوي شوي رويدا تتطور وترجع الحياة الثقافية لسابق عهدها بجهود كل الوزارة بمديرية ثقافة حمص، بجهود الجميع وتضافر جهود كل المثقفين. عم نحاول نرجع هيك ننطلق فيها ونأسس لشيء جديد ومهم. عم نقدم عرض مسرحي بتخلل له شعر ورقص وغناء وموسيقى. اليوم عم نقول لكل العالم شوفونا، نحن من حمص منقدر نعيش ومنقدر نفرح ومنقدر نكون. اليوم عم نفرجي انه حمص فيها حياة، حمص فيها ثقافة، حمص رح ترجع تعمر من أول وجديد بشباب الزكي، بشباب الموهوب. ثقافي على فيه صوت الحياة ليؤكد أهالي حمص أنهم هزموا الإرهاب بإرادة صمودهم، لأنهم أهل الفن والسلام.